السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صدى الشارع. هنتكلم النهاردة عن حلقة مختلفة تماما، لأن احنا هنتكلم عن أيام قليلة ونحتفل جميعا بذكرى أفضل رحلة في البشرية، رحلة الإسراء والمعراج. هنتكلم النهاردة عن حينما جاء أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هلم للقاء ربك. يعني أعتقد أني ما فيش حاجة أفضل من كده في البشرية. هنتكلم باختصار وباستفاضة عن إزاي قامت الرحلة وإيه الأحداث اللي كانت في رحلة الإسراء والمعراج. لكن دعوني في البداية أرحب بزميلتي منى محسن. أهلا بك يا منى. عشان نتكلم في رحلة الإسراء والمعراج كان يجب أن يكون في متخصصين في هذا الكلام عشان نقدر نعرف منهم المعلومة الصحيحة وكيف كانت الرحلة. دعوني أرحب بضيفنا وضيفكم الدكتور محمد نصار، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا دكتور محمد. في كلام كتير عن الإسراء والمعراج، محتاجين كلنا يعني ايه نعرف كده بفقه حضرتك وبعلم حضرتك. الإسراء والمعراج يعني ايه معنى كلمة الإسراء والمعراج مبدئيا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية كلها بخير وبركة وسعادة إن شاء الله بمناسبة هذه الذكرى العطرة الجميلة التي كانت تكريما وتشريفا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة رحلة الإسراء والمعراج هي رحلة أرضية سماوية. الرحلة دي يعني حطمت قيود الزمان والمكان، ربطت السماء بالأرض، ربطت الماضي بالحاضر والمستقبل، ربطت يعني الثقافات ببعضها بعضا. رحلة الإسراء والمعراج كانت من مكة المكرمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى بساط العرش أو بساط الأنس، ثم إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وهذه الرحلة في الحقيقة يعني الغرض منها كان يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسري على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة التي استغرقت جزءا من الليل ولم تستغرق الليل كله. يعني كان مقدار معين من الليل وليس الليل كله. نعم، وهنا كان الإعجاز. تمام. الإعجاز في هذه الرحلة، الناس كتير بتفتكر أن رحلة الإسراء والمعراج كانت الليل كله. لا، أبدا، كانت في جزء من الليل. تمام. وكانت بالليل بالذات. ليه كانت بالليل بالذات؟ ما ده كان سؤال برضه كنا نسأله. نعم. لماذا نعم ليلا؟ كانت رحلة الإسراء بالليل بالذات يعني في مجموعة من الحكم تكلم فيها العلماء. أول حاجة قالوا لنا لأن الليل هو وقت الخلوة والاختصاص، يعني كلنا يعرف أن الله تبارك وتعالى يتجلى علينا بالليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب فأمنحه، من ذا الذي جاء إلى بابنا فطردناه، من ذا الذي جاء يحتمي بحمانا فمأوناه. يعني الله سبحانه وتعالى يكون قريب جدا في هذا الوقت من الزمان، الليل بالذات. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى يكون في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى خلوة فعلا. ولذلك كان أحد الصالحين يقول إيه: إلهي قد خلى كل حبيب بحبيبه وقد خلوت بك. فهنا كان الخلوة والاختصاص. في حكمة تانية قالوا لنا فيها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل كلام الفلاسفة. كان في عندنا مذهب فلسفي قديم يقول أن الليل هو رمز الشر ورمز الإهانة، فأراد الله أن يرد على ذلك بأن أصبح الليل رمز التكريم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في جماعة اللي هم أهل السلوك وأهل التصوف ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا والله يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق الليل والنهار كما قال القرآن: ألف محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل يعني طفنا فأصبح ليل، وجعلنا آية النهار مبصرة قالوا فانكسر الليل يعني زعل. فأراد الله أن يجبر خاطره بأن أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم في الليل ولم يكن في النهار. فديت يعني كانت رحلة الإسراء والمعراج، وكان
يعني الغرض منها هو التكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب دكتور محمد، رحلة الإسراء والمعراج كانت بعد رحلة الطائف، نعم، وما عانى فيها، عانى فيها الكثير، نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من 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 قوم الطائف وما جرى فيها، وجرحت رجله ونزف دم من رجله، كان في معاناة جامدة. شايف حضرتك ان رحلة الإسراء والمعراج بعد ما حدث في الطائف هذا طبعا تكريما كبيرا، او ربنا بيقول له ما تزعلش؟ يعني اسمح لي يا استاذ جمال اسال سؤال، يعني اجيب على هذا السؤال بسؤال. معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في القرن السادس الميلادي، تحديدا سنه 571 ميلادي. تمام. تمت البعثه بعد 40 سنه من عمر النبي، يعني تحديدا سنه 610 ميلادي. سؤالي انا، هل كان الميلاد في هذا التوقيت من عمر الزمان؟ وهذه البعثة في القرن السابع الميلادي، الميلاد في القرن السادس، البعثة في بداية أو مطلع القرن السابع الميلادي. هل كان هذا من باب المصادفة الزمنية أم أنه من باب المصادقة الإلهية والحكمة الإلهية؟ لا طبعا، حكمة إلهية. الحكمة إلهية طبعا. ليه؟ ترتيبات إلهية أكيد. الله ينور عليك. ليه؟ لأن في الوقت ده هو، في الوقت ده هو يعني كان عندنا ثلاث حضارات. الحضارة الأولى هي كانت الحضارة الرومانية، اللي هي الرومانية الشرقية، اللي كانت بيمثلها الدولة البيزنطية، اللي كانت تحكم بلاد اليونان والبلقان وأسيا وسوريا والعراق وفلسطين وشمال إفريقيا، اللي هي الجزائر وليبيا وتونس. وكان عندنا الحضارة الثانية اللي هي الحضارة الفارسية، وكان عندنا الحضارة الثالثة اللي هي الحضارة الهندية. الثلاث حضارات دولت أو الثلاث قوى دولت هم اللي كانوا بيحكموا العالم في هذا الوقت. لما بنرجع للمصادر التي أرخت لهذه الحضارات في هذا التوقيت، بتأكد لنا جميعا على أن هذا الوقت كان يعني العالم فيه يعيش أزمة، يهزي كالسكران ويضحك كالمجنون ويجري كالمطارد، يفتقر إلى الأخلاق والقيم. يعني عندنا ويلدي رانت في قصة الحضارة في المجلد الثاني بيقول يعني نجم هذه الحضارات كان إلى الأفول، ويدلل على ذلك صاحب كتاب الفرس في عهد الساسانيين. يعني الوقت في هذا من عمر الزمان كان، نعم، كان يفتقر الى رسول الله صح، صلى الله عليه وسلم، شد الاحتياج اليه. وطبعا انتم عارفين الوضع في مكه المكرمه والعرب والعادات اللي كانت موجوده، ووأد البنات وقتلهن احياء، كل الازمات اللي كانت موجوده في العالم ديت كان تحتاج الى مخلص. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ منهج الاصلاح والتغيير. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتصادم مع بعض، طبعا انتم عارفين العادات والتقاليد والاخلاق اللي كانت سائده والى اخره، ورثوها كابر عن كابر كابر عن كابر. وعلى فكره يعني هم كانوا لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل كان اسمه الصديق، كان لقب الصديق، وكان ينزل القران قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ما كانوش يكذبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة كلها إيه؟ زي ما قالوا أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقونا، وحملوا فأحملنا، حتى إذا تساوينا الركب بنا زي بعضنا خلاص، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. فكان النبي بدأ يتصادم مع المجتمع اللي كان موجود والعادات والتقاليد ديت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر بدعوته من مكان إلى مكان، حتى ذهب إلى إيه؟ إلى الطائف. وكان حديث الطائف معروف ومشهور طبعا. ومعه زيد بن حارثة، كان دعاء رهيب، كان معه من الصحابة زيد بن حارثة يتصدى الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قيل جاءه حجر فشق رأسه فكاد أن يسقط على الأرض رضوان الله عليه. قالوا فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوجعتني الضربة يا رسول الله، فقال تمهل يا زيد فإن الله جاعل لرسوله مخرجا. فيجي سيدنا النبي يعني زيد يقول له ايه؟ فر يا رسول الله، يعني انا واحد من امه، انت امه باكملها. يقول له لا، افديك بنفسي كما فديتني صلى الله عليه وسلم. ويبدا النبي يتضرع الى الله بهذا الدعاء المشهور، اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تقلني، الى بعيد يتجهمني. واختم في الجزئيه ديت بهذا الربط اللي هو ما بين الآيات القرآنية في خواتيم سورة النحل وبداية سورة الإسراء. القرآن عندنا موصول، يعني يفسر بعضه بعض طبعا. في خواتيم سورة النحل بيوضح لنا، يقول لك فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به،
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تمام. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله صلى الله عليه وسلم. طب عايزين نعرف من حضرتك إيه أسباب الإسراء والمعراج؟ تمام. السبب الأساس في رحلة الإسراء والمعراج بالإضافة إلى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب وتنكيل وضرب وهجر إلى آخره، كان يعني موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع عمه أبي طالب في العام أو في عام واحد، حتى سمي هذا العام بعام الحزن. عام الحزن. عام الحزن. كانوا أكتر الناس بتدافع عنه. نعم. واقفين جنبه بيسندوه. هو الرسول كان يقول كده يعني يقول يعني إيه عن سيدنا أبو بكر الصديق: ألا تدعون لي صاحبي؟ ما شأنكم وشأنه؟ والله لقد قلتم لي كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وحجبتم عني أموالكم، وواساني بماله واتبعني. والسيدة خديجة يقول عنها نفس الكلام. نعم. حتى السيدة عائشة كانت تقول: والله ما غرت من أحد كغيرتي من خديجة رضي الله عنها، لأن النبي كان دايما يذكرها بكل خير وبكل إيه. نعم. سيرتها بتيجي دايما بالخير دايما، فهو كان وطبعا تعرف الغيرة يا فندم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاه. فكانت الأسباب الحقيقة مجموعة من الأسباب يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن بعد المحنة تأتي المنحة، وبعد الشدة يأتي الفرج، بعد الضيق يأتي السعة. فأراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يسري على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكم الهاطل من الأحزان ومن المشاكل اللي هو بيعانيها صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت من عمر الزمان. طب هي إيه موقع المعجزة دي من بين المعجزات؟ الحقيقة لو جينا رتبنا معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام هنبقى المعجزة رقم واحد هي معجزة القرآن، لأنه يعلو ولا يعلى عليه. تمام. وهو ده يعني مرجع. نعم، هو المرجع. مرجع. ودايما ما من رسول يبعث إلا وأعطاه الله معجزة من جنس قومه. يعني إيه؟ يعني سيدنا عيسى كان قومه تعلموا الطب فأعطاه الله من جنس معجزاتهم. حاجة من طبيعة المكان. الله ينور. والقوم اللي هو موجود فيه. فطبعا معروف العرب وفصاحتهم. صح. اللغة. لغة. اللغة. يعني الشيء بالشيء يذكر. في واحد مشهور في التاريخ الإسلامي اسمه مسيلمة الكذاب. هو ادعى أن قرآنا ينزل عليه كقرآن الرسول عليه الصلاة والسلام. فراحوا له وقالوا له: طب ما تسمعنا حاجة. فبدأ يألف كده يقول لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله ذيل قصير. عاوز يمشي على نمط صورة الفيل. فالناس ضحكوا. فبدأ يألف أكتر يقول لهم: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. فالناس ضحكت أكتر. فبصوا له قالوا له يعني بتضحكوا عليه، فقالوا له: يا مسيلمة والله إنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب. هيروح فين؟ أنت هتروح فين من بلاغة فين منهم؟ ولذلك لما لأنه لا محالة لن يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كتب خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، لنقتسم الأرض بيني وبينك نصفين. يعني ما خد لك نص وأنا خد له نص. فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأول حاجة هي القرآن. تاني حاجة على طول مباشرة كانت رحلة الإسراء والمعراج. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا الآيات ثلاثة. آية تطلق ويراد بها النعمة، ودي موجودة في القرآن كتير، يعني السمع نعمة والبصر نعمة والكلام نعمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، وهكذا في القرآن موجودة كتير. تمام. عندي آية تطلق ويراد بها عالم الملك، وعندي آية تطلق ويراد بها عالم الملكوت اللي محدش يقدر يراه إلا بخصوصية زي اللي جرت لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ده حصل للرسول في ليلة الإسراء والمعراج. بدليل إيه؟ لما جيت تكلم عن الإسراء قال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طب لما تكلم عن المعراج بقى للسماوات العليا قال: لنريه من آياتنا الكبرى. إذا أنا عندي آيات وعندي آيات كبرى. آيات ده عالم الملك،
آيات كبرى، عالم الملكوت، كل هذا قد أجري لرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يجي النبي يقول للناس الكلام ده يبقى شيء طبيعي، هيبقى فيه مسلم وهيبقى فيه منافق، فيه هيكذب طبعا. نعم. فكانت هي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم مباشرة، يعني لعظمتها وجلالتها صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور محمد، في أسئلة كتير بتتقال، هل أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح، ولا هل أسرية بالجسد، ولا هل أسرية بالروح والجسد معا؟ نعم. فعايزين نوضح دي. هو الحقيقة بس عشان يعني نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا، يعني هذا خلاف قديم حديث. تمام. يعني من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا، ومع رحلة الإسراء والمعراج دايما يتجدد هذا الخلاف. بس تعالوا نتفق على حاجة، هل هذا الخلاف خلاف عقائدي، بمعنى اللي يؤمن بديت وينكر ديت يبقى خالف العقيدة؟ لا لا طبعا لا. هو يعني مجرد اجتهاد لا يترتب عليه يعني إيمان وكفر، سواء كان بالروح أو الجسد. أنا مع الذين يقولون هما كلاهما يتفق أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بس ده, 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 ده المبدأ، ده الأساس اللي احنا متفقين عليه. متفقين عليه. تمام. الكيفية بقى هو ده اللي مختلفين فيه. هل كان الإسراء بالروح والجسد ولا كان بالروح بس؟ تمام. الحقيقة يعني جمهور العلماء عندنا والفقهاء، وأنا معهم يعني مع الجمهور، أرى أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا. مع. هو ده سر الإعجاز، أن يكون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، هو ده الإعجاز. لأن ربنا قال في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، ما كان يقدر يقول بروحه وخلاص ويخرج من بعبده، إذا يخرج من الكلام ده وخلاص. تمام. إنما بعبده يعني دليل على أنه كان روحا وجسدا معا خلاص. لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إحنا عندنا حتى في ثقافتنا العسكرية، ويمكن على مستوى العالم كله، في الثقافة العسكرية عندما يكون الأمور متعلقة بالأمن القومي للبلاد دائما نقول كده، هذه منطقة عسكرية لا يجوز الاقتراب منها أو التصوير، أو التصوير متعلقة بالأمن القومي للبلاد، ممنوع تقرب، شائكة، نقطة شائكة ما حدش يقدر يتكلم، نقطة شائكة ما حدش يتكلم فيها، ده حاجة قاصرة. صح. خلاص. ولله المثل الأعلى. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الإسراء والمعراج ابتدأ الكلام بإيه؟ قال سبحان الذي أسرى. كلمة سبحان في اللغة العربية تعني التباعد، يعني ابعد ابعد. يعني لا يستطيع العقل بما أوتي من معارف وما أوتي من أنوار أن يدرك حقيقة هذه الرحلة. ليه؟ لأن نور العقل دائما يحتاج إلى نور أعلى. صح. إما أن يثبت أنواره، يعني يقول له أنت ماشي صح فيثبته، وإما إن انحرف فيقول له لا ارجع أنت ماشي غلط. وهذا النور الأعلى هو النور الإلهي الذي ينزل مع الأنبياء، نور الهداية والشرائع التي تنزل يعني ايه مع الرسل. عشان كده ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو ده النور. فدي منطقة لا يجوز للعقل ابدا ان يتكلم فيها، وان كنا بنرى لها شواهد. يعني الطائرة دلوقتي، يعني اذا كان النبي يعني سافر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في جزء يسير من الليل، دلوقتي في الوقت المعاصر الطائرة تقطع في لا، والطائرة ده اللي عملها شخص بن آدم. الله ينور عليك. ولذلك احنا بنقول هذه الرحلة قيدت الزمان والمكان، وحطمت هذه القيود تماما. وبنؤكد، والجماعة اللي هم بيقولوا على أن الإسراء كان بالروح فقط، بنقول لهم ليس معنى أن الإسراء حتى وإن كان بالروح أن نقلل من قيمة هذه الرحلة. لا طبعا. ليه؟ يعني هذه الروح الإنسانية التي أشرقت ووصلت إلى هذه الأمور الكبيرة التي وصلت إليها من المعجزات، وعادت وحدثتنا بما كان. يعني الواحد مننا لو شاف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، يعني وهي رؤيا منامية. والرسول يقول في قمة السعادة طبعا، خلاص مش عايز حاجة تاني، وهي رؤيا منامية، وحاسس أنه هو كده ملك الدنيا. الله ينور عليك. رأيت النبي في المنام. أنا محتاج إيه؟ والرسول من رآني في المنام فقد رآني حقا وصدقا، إن الشيطان لا يتمثل. صح. ما بالك واحد رأى في المنام كل هذه الأمور وأسرى بروحه بكل هذه المعاني والإشراقات والإلهامات التي وصلت إلينا على هذا النحو المفصل الدقيق. يعني دليل على أن حتى إن كان الإسراء والمعراج بالروح يعني لا نقلل من شأن. لا طبعا. إن كنا نقول أنه كان بالروح والجسد كما هو مذهب أهل البيت. تمام. طب إحنا قلنا طبعا رحلة الإسراء والمعراج بتأتي في المرتبة الثانية من المعجزات. نعم. كان رد فعل الناس والمجتمع ايه عنها؟
والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع كلمهم عن الإسراء، ما اتكلمش عن المعراج، عن المعراج خالص. هو اتكلم عن الإسراء بس. يعني قال لهم إيه؟ أسري بي الليلة من المسجد الحرام أو من مكة المكرمة إلى فلسطين المسجد الأقصى، ولم يتكلم عن الإسراء، لأن المبدأ أصلا لم يتكلم عن المعركة. نعم. ليه بقى؟ لأن المبدأ أصلا هو مبدأ إيماني بحت، اللي يصدق الأولى يصدق الثانية، اللي يصدق الأولى يصدق الثانية على طول. فلما كلمهم عن الإسراء طبعا استغربوا، يعني نحن نضرب أكباد الإبل شهرا بالروح شهر ونرجع بشهر، ازاي يعني انت تقول ان راح في جزء من الليل، في جزء من الليل، لا في جزء من الليل وليس الليل كله، يعني ازاي انت تقول ان الكلام ده حصل كله؟ يعني لو جمعنا لك الناس تقول لهم الكلام ده، طيب جمعوا لي الناس، فجمعوا له الناس، فالنبي بدا يحدث الناس بما راى صلى الله عليه وسلم. اللي مؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما ينزل عليه ايمانا كليا عقائديا، ما يهموش بقى ايه يعني الكلام الذي يقال والناس بتدندن حوالين الرحله والى اخره. ما هنا يا فندم يعني حدثوا سيدنا ابو بكر الصديق. نعم. صاحبك رد قال ايه؟ هو اذا كان قال هذا فقد فعل، ان كان قد قال ذلك فقد صدق. عشان كده لقب سيدنا ابو بكر بالصديق. قاطع ما هو واثق فيه خلاص. يعني في بعض الاثار يقولوا لنا كده، هو سيدنا ابو بكر ليه سمي بالصديق؟ فقال والله لعده امور، كان من ضمنها قال هو أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، أول من صدق به كرسول. تمام. في قصة مشهورة يعني ما الوقت مش هيسعنا فيها، لكن في قصة مشهورة كده، فقال له يعني إيه صاحبك يدعي كذا كذا، قال إنه الصادق الأمين أصدقه في ذلك. تمام. طيب ليه تاني؟ قال لك لما جه ولد سيدنا أبو بكر الصديق، قالوا أمه كان لا يبقى لها ولد، يعني كل ما تولد مولود يموت في حينه. فلما ولدت هذا المولود اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق، أخذته وذهبت به إلى الكعبة المشرفة، وأخذت تنادي بفطرتها وتقول يا إله الآلهة يا إله الآلهة يا إله الآلهة احفظ ولدي هذا. قالوا فسمعت من ينادي عليها فيقول يا أمة الرحمن بالتحقيق فزت بحمل الولد العتيق، يعرف في البرية بالصديق، يكون وزير خير خلق الله. الله أكبر. لا يفترقان أبدا، لا كبيرين ولا صغيرين ولا حيين ولا ميتين. علشان كده سيدنا أبو بكر برضو في رحلة الإسراء والمعراج قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فحصل بقى يعني الذين لم يكن إيمانهم نابعا من العقيدة ومن الإيمان القوي واليقين، بدأ إيمانهم يتزعزع ويطلب بقى من الآيات والمشاهدات، عايز إثباتات ودلائل، وده فعلا اللي حصل. طب قول لنا على شواهد إثباتات. فواحد يقول له والله يعني كان في قافلة جاية من بلاد الشام، قابلتك، يقول قابلتني في الحتة الفلانية وحتصل عند غروب الشمس. طب نستناه، قوم، فواحد نادى ها هي الشمس قد أوشكت على الغروب ولم تأتي القافلة وإن محمد لكاتب. خلص كلامه من هنا، التاني بيبص كده لقى القافلة جاية، ها هي قد أتت القافلة وإن محمد لصادق. طيب حاجة تانية، صف لنا المسجد الأقصى بكل ما فيه. مش أنت رحت المسجد الأقصى؟ أه رحت. خلاص بتفاصيله. يعني أنا هسألك يا أستاذ جمال، أستاذ أبونا أنتوا في الاستوديو أهوت يعني تقريبا بتقدموا البرنامج كل أسبوع، ما نعرفش تفاصيل الاستوديو. لو قلت لك يعني تفصيل الاستوديو مش هقدر طبعا، كام عمود وديني طرف. لا ما فيش خالص، لا ما أقدرش يعني حاجات. صح. ومع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه؟ أمر الله سيدنا جبريل أن يقتلع المسجد الأقصى بكل ما فيه ويضعه أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدث به، ده في كذا في كذا في كذا. تعرف بعد كل ده يقول له إيه؟ يقول له أما الوصف فصادق، أنت صح الوصف صح، وأما الواصف فكذاب برضو. يعني برضو ما فيش مصدقين. الوصف صادق والواصف في يعني في تمصان على قلوبهم. وعلى المستوى العالمي يعني ردا على سؤال حضرتك، ازاي استقبل الناس هذه الرحله وهذه الاشراقات؟ يعني احنا عندنا يعني يمكن بنقرا حتى في الادب الاوروبي يعني من 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 الادباء المشهورين واللاهوتيين المشهورين اسمه دانتي.
ده انت ده توفي من حاله ده يمكن 700 سنه. يعني الغربيون انفسهم وهم بيسجلوا، هو له على فكره موسوعه ادبيه اسمها الكوميديا الالهيه. الكوميديا الالهيه دي عباره عن ثلاث مجلدات، المطهر، الجحيم، الفردوس. بيتكلم فيها عن بعض المشاهدات الغربيه اللي هي تخص الصراط والجنه والنار و و و. الجماعه الغربيون انفسهم حتى لما جم يرصدوا هذه يعني الموسوعه قالوا انه لا شك انه تاثر بما قراه عن رحله الاسراء والمعراج على الرسول صلى الله عليه وسلم. فخد اقتبس معلومات من الاسراء والمعراج وبدا يحطها في الموسوعه الادبيه والدينيه الموجوده بتاعته، وكان لها تاثير حتى في الادب الاوروبي بوجه عام والادب الايطالي بوجه خاص. عشان كده في هناك مذهب مشهور ومعروف اسمه مذهب الدنتيين نسبة إلى دانتي، لأنه استقى هذه المعلومات من رحلة الإسراء والمعركة، ولا زالت هذه الرحلة ملهمة لكل الناس على مستوى العالم حتى يومنا. دكتور محمد، احنا سعداء جدا بتواجد حضرتك النهاردة، واحنا اسفين ان الحلقة وقتها مش كبير. لا انا اسف. محتاجين حضرتك تاني في حلقات اخرى عشان نزداد بعلم حضرتك ونوصل الإسلام الوسطي البسيط لكل الناس. فاعتقد اتمنى يعني يكون في حلقه ثانيه. نورتنا وانا سعيد النهارده بلقاء حضراتكم، ان شاء الله يتكرر اللقاء. شكرا على حسن الدعوه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. تمام الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، يا عيني وزال عنا جميع الهم. قد تمام الله مقاصدنا، قد تمام الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم. الله الله الله. أعزائي المشاهدين، ورجعنا مع الفقرة الثانية من هذه الحلقة مع الإنشاد الديني. مين فينا ما بيحبش الإنشاد الديني؟ مهما نسمع بقى غنى وطرب ومواويل، ولكن كلنا نتفق أن الإنشاد الديني بيلمس حاجة كده في الروح وفي القلب. فعشان كده احنا الحلقة كلها كانت دينية. بدأنا بالدكتور محمد نصار، وإن الفقرة الثانية مع المنشد الديني يحيى نادي. أهلا بك يا أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. نورنا. أهلا بحضرتك. تسلم. يحيى، أنت ليك باع طويل مع الإنشاد الديني، قول لنا كده بدايتك مع الإنشاد الديني جت إزاي، وبقالك قد إيه بتنشد؟ الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. طبعا بدايتي في الإنشاد الديني بداية دينية. أنا أصلا والدي إمام وخطيب، أخويا الأكبر مني منشد ديني طبعا الأستاذ بهاء الدين نادي، بقدم له تحية. حبيبي هو اللي طبعا اللي علمني من سن 9 سنين وأنا بنشد إنشاد ديني. كنت طبعا بروح الإذاعة المدرسية وبدخل مسابقات في الابتدائي ثم الإعدادية وبعدين المرحلة الثانوية والجامعة، يعني تطورت كتير في الجامعة، يعني في مرحلة الجامعة الحمد لله عملت حفلات طبعا في محافظات مصر كلها، في جامعات مصر كلها الحمد لله. وكونت فرقه انشاد ديني من 3 سنين انا وبهاء الدين نادي اخويا. طب مين اكتر حد دعمك في فكره الانشاد؟ طبعا هو بهاء ووالدي ووالدتي طبعا. يعني كانوا دايما معاك على طول، ويعني يحفزوك ان انت تستمر وتكمل وكده. طبيعي طبيعي الحمد لله. طيب في منشدين كتير في مصر طبعا. نقدر لو سألنا يحيى نادي مين مسلك الأعلى في الإنشاد الديني في مصر؟ والله بص، هو في منشدين قدامى كتير زي الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار، كلنا طبعا نعرفهم، والشيخ محمد عمران والشيخ طه الفاشني طبعا. في طب بالفطاح دول طبعا.
في الزمن ده دلوقتي في الوقت بتاعنا ده الشيخ المعاصر حاليا الشيخ ياسين التهامي طبعا والشيخ محمود التهامي تمام وممثل الاعلى دلوقتي اخويا بهاء الدين نادي متاثر انت باخوك طبعا طبعا هو اللي علمنا طبعا طب طبعا. انت اشتركت في مسابقه ابداع اللي هي تابعه وزاره الشباب والرياضه عايزين تمام. نعرف تجربتك فيها انا اشتركت في مسابقه ابداع مرتين ما حالفنيش الحظ فيهم ان اخد مركز الحمد لله ولكن يعني ناس كتير عرفت يحيى نادي ودخلت مسابقه ابداع لمراكز الشباب اخدت فيها مركز ثالث على مستوى الجمهوريه تمام جدا حلوه دي برضو يعني الشباب والرياضه برضو يعني حتى رغم ان دي قلنا رياضه بس برضو يعني بتقدر تقدر ان في موهبه تقدر طبعًا تهتم طبعًا الحاجات دي كلها ان هي تركز على حاجه زي كده احنا سعداء جدا ان هم مهتمين دلوقتي بالانشاد الديني ودلوقتي عاوزين يعملوا فريق مكون من 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 منشدين كتير من مصر يعني واللي ما حدش يعرفه ان انت اصلا خريج تربيه رياضيه انا خريج تربيه رياضيه جامعه بنها ومنوفي يعني من المنوفيه اجدع ناس ربنا يبارك جامعه بالمحافظتين يعني الحمد لله طيب هو الكلام كتير بس احنا مش عايزين نتكلم كتير عايزين نسمع نسمع ونصلي على سيدنا النبي سمعني صلى الله عليه وسلم هنقول في هوى خير العباد ونصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهام شغف القلب وهام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 وانا في مدح محمد مغرم والله يشهد وانا في مدح محمد مغرم والله يشهد انا في أوصافه أنا في أخلاقه قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا ربنا يفتح عليك. عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الفترة الأخيرة متابع أنا الإنشاد والشيخ محمود التهامي تمام. كان في حلقة قريبة لقيته بيتكلم عن فكرة أنه عايز يأسس نقابة للمنشدين تمام لأن المنشدين حاليا يتبعوا نقابة المهن الموسيقية تمام فهو عايز يعمل نقابة للمنشدين تمام. انت ايه رايك في الفكره دي ووصلت لحد فين اكيد انت متابع طبعا يعني. الشيخ محمود التهامي على دماغنا من فوق واستاذنا ومعلمنا تمام هو الشيخ محمود عمل مدرسه انشاد ديني بقاله اكتر من 6 سنين في مصر تخرج منها 6 دفعات ما شاء الله الله اكبر في منشد من المنشدين دول حصل على المركز الاول على العالم المنشد محمود هلال دي حاجه كويسه جدا جدا اتخرج مدرسه الانشاد الديني طبعا. اتعلموا حاجات كتير فيها توشيح دينيه من الـ من 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 الـ من الـ من الفترة القديمة يعني بياخد المنشدين القدام بياخد أيوة طبعًا. الموهبة ويخليها بيسكلها بالدراسة عشان طبعًا يبقى فاهم كل المقامات حاجة. الموسيقية والتوشيح الدينية تمام. القديمة كويس أوي الفترة دي الشيخ محمود التهامي عاوز يعمل نقابة الإنشاد الديني تمام. عشان كل المنشدين يبقوا تابعين ليها مش تابعين لنقابة المهن الموسيقية واحنا طبعًا ورا الشيخ محمود التهامي وإن شاء الله يعمل أيد الفكرة طبعًا طبعًا, طبعًا. طبعًا. وطبعا اكيد الشيخ محمود هيبقى النقيب المنشدين هو نقيب المنشدين طبعا الشيخ محمود التهامي هو الشيخ محمود شخصيه وحاجه جميله جدا جدا وكلنا بنحبه وطبعا ده بقى من والده يعني
الشيخ ياسين الكلامي طبعا الله اكبر روعه ما شاء الله الله اكبر طبعا. طب يحيى في سؤال كده طبعا عارفك من زمان وشهادتي مجروحه فيك بس ربنا يخليك، انت ما فكرتش ان انت تتجه بالدراسه مع الموهبه اللي انت تسكل ولا انت دراسه ايه؟ دراسه الانشاد الديني؟ يعني زي ما حضرتك بتقول الشيخ محمود يعني عامل مدرسه وكده، ما فكرتش ان انت يبقى ده بجانب الموهبه اللي عندك؟ هي الدراسه بتكون دراسه المقامات الموسيقيه وسماع التواشيح القديمه، انا الحمد لله حفظت التواشيح القديمه ودرست المقامات الموسيقية مع نفسي، ما رحتش لحد انه يعلمني المقامات الموسيقية، عارفها كلها الحمد لله، ولكن يعني ما يمنعش ان اروح لحد محترف قوي في مصر هنا ان شاء الله، وبالإضافة الى نقابة الانشاد الديني كمان ان شاء الله. اكيد طبعا. طيب اكيد في كل مكان في اي حفلة في اي ندوة بتنطلب حاجة معينة. طبعا. يعني اكيد كده بتبقى في اغنيه كده او انشوده قصدي يعني ايه بتعلق مع الناس كلها، فكل ما تروح في مكان لازم تنطلب. تمام. هو طبعا المشاهدين كلهم عارفين الانشوده، يعني انشوده الشعب المصري قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قمر سيدنا النبي. طب نسمع قمر. هنقول قمر سيدنا النبي وجميل صلى الله عليه وسلم بس بطريقه مختلفه شويه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي عرفها لي برضه بهاء الدين نادي. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. سبحان من أسرى بخاتم الأنبياء، للمسجد الأقصى في ليلة الإسراء. سبحان من أسرى بخاتم الأنبياء، للمسجد الأقصى في ليلة الإسراء. قد جاء فوق البراق يطوي حدود المكان ويقطع الآثار في برهة من زمان. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله اكبر. لا فعلا اختلفت عن ايام الجامعه جامد. اختلفت. حنجره برضه والصوت اختلف طبعا. شكل ذوقك ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. طب انت قلت لنا من شويه ان في فريق انت مكونه انت واستاذ بهاء من 3 سنين. طبعا كل ما حد بيعمل كيان مثلا او فريق بيكون فيه هدف وفيه طموح عايز يوصل له. ايه هدفك ان انت توصل بالفريق ده؟ انا هدف الفريق ده ان شاء الله ان انا اعمل حفلات جوه مصر وخارج مصر. هو جوه مصر ده موجود طبعا. هو جوه مصر موجود بس لسه في اماكن كتير ما رحتهاش ان شاء الله ازورها. لازم اعمل حفلات في الاماكن دي ان شاء الله، وفي جامعات لسه ما رحتهاش هروحها ان شاء الله. بس جامعات قليله يعني مش بنحسدك بس انت لافف في الجمهوريه يعني. الحمد لله الحمد لله. يعني دلوقتي بيسموني منشد الجامعات المصريه انا وبهاء. طبعا. الحمد لله يعني. الحمد لله. هو اكيد طبعا لما بيلاقوا موهبه
ويلاقوا صوت عذب وجميل زي صوتك. الحمد لله يعني ده من عند ربنا والله. بترفع يعني من قدر الاحتفاليه او المكان، لان بيبقى في ضيوف كتير موجوده، فبيبقوا برضه عايزين ان هم يطلعوا افضل حاجه يعني. وبيكون في تفاعل يعني، هو بيكون في تفاعل مع الطلبه اللي موجودين. مش مجرد ما ينفعش نروح مكان غير لازم يكون الناس اللي موجودين يتفاعلوا معانا. اكيد لازم يتفاعلوا معانا. طبعا لازم بتفرق بتدينا روح. اكيد احنا نكمل الحفله. لا انت بتتكلم لوحدك او بتنشد لوحدك فبتحسش ان في تفاعل. طبعا كانك طبعا في مكان. بس الحمد لله بنروح كل الاماكن الناس بتتفاعل معنا الحمد لله. بتاثر انت. طبعا الحمد لله. طيب الانشاد الديني بدا الفتره الاخيره يبقى عليه ظبط. تمام. يعني بدات الناس تفكر في الانشاد الديني، وبدات حتى الاطفال، بقينا نشوف اطفال في المدارس بدأوا يركزوا على الإنشاد الديني. تمام. ده جاي يعني من اللي هم شافوه من الشيوخ الكبيرة، ولا اتولدت ازاي؟ عايز اعرف يعني ليه الفترة الأخيرة بدأت الناس قوي تستحسن الإنشاد الديني وبدأت تركز فيه؟ لأن الإنشاد الديني أهم حاجة في مصر دلوقتي. أنا من وجهة نظري الإنشاد الديني أهم حاجة، أهم من المهرجانات وأهم من الكلام ده كله. تمام. أنا شايف إن المهرجانات ده أصلاً مش فن اللي الناس بتسمعه ده، لكن دلوقتي في أطفال ما شاء الله عليهم، دلوقتي أنا بدرب أطفال في مصر. كويس. بدربهم أونلاين كمان يعني. وفي من خارج مصر كمان بدربهم إنشاد ديني، وبهاء كمان كان بدرب مدرسة الشبان المسلمين أطفال، كان مكون فريق. في بنها. في بنها. وإن شاء الله الفترة الجاية نحاول إن إحنا ندرب ونعمل مدرسة إنشاد ديني للأطفال. حلو. بنفكر في ده ان شاء الله باذن الله. دي. الفكره دي ممكن نعملها في بنها عندنا. هيبقى معاكم وهيدعمكم. اكيد ان شاء الله باذن الله. يعني عاملين بلان ومرتبين لها يعني. واضح ان انت مرتب له ان شاء الله. واضح ان انت احنا بنسعى والله ان الاجيال اللي طالعه دي كلها تطلع على حاجه محترمه، حاجه كويسه. اكيد. وفن محترم. اكيد اكيد. بعيدا عن المهرجانات والخبط وال، ما احنا كلنا في ايدينا ان احنا نعمل مهرجانات ونعمل الكلام ده ويبقى معانا يعني. وسهله جدا على فكره. مشاهير العالم كله. والموضوع سهل مش صعب على فكره. ولكن هو الغريب ان بتوع المهرجانات يعني هم صوتهم مش حلو للاسف يعني، وعاملين ترندات وعاملين ارقام خياليه. انا يعني لا كلمات ولا اداء ولا صوت. طب يعني الخلل فين يعني؟ ايه المشكله يعني؟ مش عارف بصراحه يعني. هل الضوضاء مثلا الناس احنا بس نفسنا ان الاعلام يهتم اكتر صح بالانشاد الديني. صح. انت صح. المفروض ان احنا فعلا نركز، وعشان كده احنا جايبين حضرتك النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك. هو دايما فعلا التركيز بيبقى على الحاجات الترند، حتى لو هي معلش مش كويسه او تحت الصفر خالص، بس بعدين وصل الترند خلاص نجيبها. يا جماعه الناس عايزه توجيه بس. الشاب الصغير لو طلع بيسمع انشاد ديني هيسمع انشاد ديني على طول. الشباب لو سمعوا انشاد ديني كل يوم هيسمعوا انشاد ديني على طول، هيبطلوا الكلام ده كله. طيب احنا عايزين نختم والتتر ينزل وحضرتك بتنشد. حاضر. شوفين حاجه نختم بيها. وقبل ما تختم اقول للساده المشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من بعد ما بدانا بالدكتور محمد نصار وختمنا بالمنشد الرائع يحيى نادي. بنقول لكم نستناكم ان شاء الله في حلقه قادمه السبت القادم، ابقوا معنا باذن الله. ونروح بقى للانشاد عشان نختم الحلقه. اللهم صل وسلم على احمد محمد نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى، بعد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدات.